معكم عمر المجالي من بودكاست يوما ما The One Day Podcast. في كل حلقة راح أستضيف وأشارك معكم قصة نجاح عربية مثيرة وملهمة لهدف نشر الوعي عن الأدوات والمهارات المهنية والذهنية والحياتية اللي بتمكننا من كتابة قصة نجاحنا الخاصة فينا يوما ما. البرن أوت الإنساني الفرد إحنا أشخاص محترقين جدا، محترقين emotionally mentally physically فجسديا وعقليا ونفسيا وعاطفيا اجتماعيا ماديا ف وهذا it's across the board. تطوير الذات وحب الذات صاروا مواضيع ونصايح بنسمعها اليوم أكثر من أي وقت قبل، بس ليش هلأ؟ ليش صارت مواضيع مساعدة النفس وتطوير الذات والمرونة العاطفية أكثر شيوعاً وتقبلاً اليوم؟ هل صار في تغيير في طريقة تفكيرنا كمجتمعات إنسانية؟ ولا هل هو موضوع عابر رح يمرق زيه زي أي موضوع عابر كان له حماس وانطفى؟ طب شو الفرق ما بين العلاج النفسي والتدريب الحياتي أو اللايف كوتشنج؟ هل فعلاً جلسات اللايف كوتشنج ممكن تساعدنا في إدارة حياتنا؟ وكيف؟ كل هاي المواضيع رح نحكي فيها وأكثر. أهلا وسهلا جميعا في حلقة جديدة من بودكاست يوما ما The One Day Podcast. ضيفتنا لليوم هي مدربة حياتية رانيا الخالدي، وعندها خبرة أكثر من 10 سنين في مجال التدريب الفردي والأبوي أو البيرنت كوتشنج والشباب والعلاقات. غير أنه رانيا متحدثة تحفيزية وكانت من أوائل المتحدثين في تيدكس الأردن. ومن المواضيع اللي رانيا بتحكي وبتهتم فيها هي الصحة النفسية والعقلية والعاطفية، خصوصاً للطلاب والمعلمين، وغيرها من المواضيع اللي راح نتطرق لها اليوم في حديثنا. أهلا وسهلا رانيا، نورتينا. أهلا وسهلا فيك عمر، وشكرا كتير على هالإنترودكشن والتعريف، و thank you for having me. يعني I'm so looking forward، يعني هيك متحمسة كتير على الأشياء اللي بدنا نحكي فيها. 100% أهلا وسهلا. بالعكس، طبعا في دور احنا ما ذكرناه بالإنترو بس أتوقع هو من أهم الأدوار اللي بتلعبيه اليوم، هو إنك أم لأربع شباب وشابات، يعني عندك خبرة أكثر من 30 سنة في مجال التربوي للأطفال. ف you're not only talking from professional experience, you're talking from practical experience. أبداً، يا وهلا بنحكي شوية لقدام، يعني هذا كان أكبر درايف وأكثر إشي حمسني أصلاً أني أدخل هذا العالم كلياته. حلو كتير. طبعاً إحنا في معرفة بتجمعنا أكثر من 15 سنة، بما أني أنه حياة بنتك هي من أعز أصدقائي. لا أبداً. وإنتي جد حتى كنت عم بقول لك قبل، أنا مستتل أنا ديكي رانيا، أنت رانيا بعالي، بس عشان صعب كتير مع حياة بنتك. بس إنتي فعلاً من أوائل الناس في محيطي أتليست اللي كانوا عم بيحكوا عن مواضيع مثل الصحة النفسية والعاطفية وداخلين في مجال التطوير الذات واللايف كوتشنج بمجتمع عربي أردني يمكن مش كتير منفتح ومتقبل لهاي المواضيع. ومن زمان أنا بحكي لحياة I have to get your mom، لازم أجيب أمك على البودكاست. ممكن منبلش من محل إنه ليش دخلتي هذا العالم، إنه كيف قررتي، من وين إجا اهتمام إنه يكون إلك أثر على حياة الناس من خلال اللايف كوتشنج and everything that you're doing. أوكي. فعمر، يعني زي ما أنت حكيت دائما كان عندي زي فضول، يعني قبل ما يتحول لشغف كان عندي دائما فضول، خصوصا انه يمكن انا دخلت حياة الأمومة بمرحلة كتير مبكرة من حياتي. كان عندي أمثلة رائعة، قدوة من والدتي تحديدا، يعني قدوة رائعة لأنه هي أصلا بمجال التربية والتعليم ومربية أجيال، فأنا كبرت بهذا العالم وكبرت بهذه المدرسة وهذا الفكر اللي دائما في تطور، دائما في ثقافة، دائما في علم، بغض النظر بأي مجال أو مكان بحياتنا. وبعدين الدنيا أعطتني جواهر من البنتين وولدين، وعلى مرحلة مبكرة صرت دائما أبحث عن المعلومة من مصادر صحيحة، سواء كانت على وقتنا ما كان هالقد
العالم انه تكبس وجوجل بيجي لك ب 100,000 فكره وفكره وموضوع وارتكلز ومواضيع والى اخره. فيمكن كنا اكثر شيء ناخذ المعلومه من المحيط او الدوائر الاقرب بحياتنا. كنت محظوظه بانه الدائره القريبه مني كان فيها معلمين كثير، مربيين كثير، مؤثرين في الحياه كتير. فبلشت أتعلم أكتر وأكتر. فبقدر أقول إنه حبي لأنه أعطي أولادي الأفضل زي كل الأهل اللي بالدنيا، يمكن أنا أخذته بالبداية step further إنه أنا كان بدي هذه المعلومة وهاي الطريقة تكون محكمة أكتر، يمكن لأني أنا بحب الشعور بالأمان كتير، فما كان بدي كتير أغلط كتير وأرجع أصحح هيك. بس طبعاً لا، ما في مجال غير إنه الواحد أكيد أخطأ ونجح بأشياء ونجح بأشياء وإلى آخره. بحب أضيف أكتر إنه زي ما أنت عمر كنت صديق لحياة والأصدقاء كتير وهيك، كمان من مرحلة مبكرة حسيت حالي دائماً كتير كتير قريبة للشباب، بحبهم، بحب قعدتهم، بحب فكرهم، بحب أسمع لهم، بحب أقضي وقت معاهم. عندي فضول فظيع إنه إيش عم بيصير بحياتهم. ما كان الفضول نابع من إنه curiosity، ما كانت إنه عم بتدخل أو إنه أنا بدي أعرف شو عم بيعملوا. بالعكس، كان عندي دائما أحسهم في عالم مثير هيك لهم وبدي أكون جزء منه. ف 100% I can relate to that. وكان في أريحية أصلاً أن نحكي معاك ونجي لك كشباب لأدفايس ونصائح، عشان كان في أريحية وكان في trust بالintentions تبعونك being in those circles and wanting to know more. لما دخلتي هذا المجال كان في resistance أو ردة فعل، أو لما كنت تحكي عن موضوع صحة نفسية وصحة ومرونة عاطفية بمجتمع لسه عم نحكي قبل 10 سنين ما كان هالقد mainstream الموضوع، إيش كان إيش كيف كان تقبل الناس حواليك محيطك لهذا الموضوع؟ كتير كان في رفض وكتير كان في resistance وكتير كان في شو عم تحكي. وأكيد نسمع كلمات كتير إنه ما بدها كل هالتعقيد وملاش فلسفة وما كلياتنا ربينا وكلياتنا عملنا وكلياتنا تطورنا وكلياتنا منتعلم والحياة ماشية. وغير هيك عمر، إنه لما أنت بتدخل بهذا المجال أنا think يمكن لقدام نحكي فيه أكتر، إذا التغير والتحول والإضافة النوعية ما كانت جزء لا يتجزأ من حياتك، ما بتقدر تفيد اللي حواليك. فأنا كان لازم هذا الإشي أمارسه بحياتي ويكون مثل ما بنحكيها، بس من غير يعني ما بدي أكون أنا، مش القصة الواحد يكون مثالي، أنا أبعد ما يمكن عن المثالية، بس إنه walk the talk قد ما نقدر. walking the talk بهذاك الوقت means إنه أنت بدك تتغير، فيبقى خياراتك تغيرت، طريقتك بأسلوبك تغير، اللغة تبعتك تغيرت، النطق تغير، اختيارك للمفردات والكلمات وطريقة صياغتها بيختلف. بالإضافة لهيك اختيارك للمحيط، إحنا اليوم كتير أكيد منعرف إنه أنت الأفريج تبع الناس اللي بتحيطك 100%. فإذا ما حاطت حالك، أحطت نفسك ب like-minded people، ناس بيشبهوك بيجتمعوا معك على نفس القيم ونفس المبادئ والاهتمامات وهيك، لا يعني إنه لازم يكونوا زيك، بالعكس الاختلاف مثري جدا بالعلاقات. بس هذا التغيير مرات كتير بيتواجه برفض، إنه I bet you know، بحب أضلني أعامل الحدا اللي بعرفه، ما بدي أعرف حدا جديد زي كده. comfort zone. comfort zone. إنه إحنا بالضبط بنضلنا بالcomfort zone حتى لو منعرف إنه في إشي أفضل.
بس فيا كتير أكيد كتير، غير إنه إنك هذا الإشي بعد فترة يتطور ويتحول لكمان it's an industry definitely today one of the biggest industries، فإنك تلاقي لها مجال بهذا السوق والعالم الكبير وتشق وتكون من الأوائل اللي عم بيشقوا هذا الطريق والسوق كمان وتعمل بصمة يعني مختلفة وsustainable وموجودة وتبقى كمان كتير كان صعب وما زال صعب. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع عن 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 كتر إذا بدك الـ availability of أو الـ abundance بالـ life coaches بالـ healers اليوم وكيف نقدر نفرق ما بينهم. بس طب شو تغير ما بين إنه قبل 10 سنين واليوم؟ هل صار في تقبل لهالمواضيع أكتر وخصوصا الناس الداخلين بعالم الروحاني و spiritual leaders و healers زمان بيحكوا إنه إحنا عايشين بوقت وعصر الصحوة. We are living in a time where the consciousness of the human race is elevating. هل بتأمني بهذا الشيء؟ هل بيعني لك أي شيء هذا الموضوع وهاي الفكرة؟ 100% إحنا بوقت فيه enlightenment والawakening زي ما أنت قلتها الصحوة، وهذا ما إجا من عبث، هذا إجا من suffering. إحنا ما بنقدر يكون في عنا هذا الawakening الصحوة إلا من خلال تحديات ومصاعب وسفرنج كتير كبير، وإحنا ما منقدر نلغي أبداً إنه لفترة كتير طويلة اليوم إحنا عم بنكون عم نحصد نتائج تحديات وراء تحديات، صراعات وراء صراعات، معاناة كتير كبيرة. اللي تغير عمر إنه I believe إنه ليش اليوم، ما هو دائما كان في صراعات ودائما كان في تغيرات وتحولات، ليش هاي التغيرات اليوم كانت سبب بالصحو للتطوير الذاتي أو النفسي؟ بتعرف التطور بحد ذاته هو حاجة إنسانية، صح، كانت دائما هي الدافع الرئيسي لأنه إحنا نتغير ونتطور. إحنا دائما بنقول الحاجة أم الاختراع، صح، وإحنا دائما عنا حاجة للتطور. ففي دائما الديفلوبمنت بيصير بإندستريز، بشركات، بإنستيتيوتس، ببلاد، بمدن، بشتى القطاعات، المواضيع المختلفة اللي بتهم بالآخر مين؟ بتهم البشرية، صح. ليش عم نتطور؟ مين الكونسيومر الرئيسي لكل هذا؟ البشر، إحنا إنسانية. فكأنه صار تطور وبعدين اتزومد ان هيك لحديت ما وصل انه طب ما الكونسيومر هذا يبقى هو كمان لازم هو اللي بده يتطور، صح. ما بيقدر كل اشي يتطور والمستهلك الرئيسي اللي بيدفع هذا التطور مش عم يتطلع على حاله ليتطور. فأنا I believe إنه هذا من يمكن من بحثي، من قراءاتي، من تجاربي، اتوصلت لأنه أكيد في سبب اليوم هذا إحنا موجودين بهاي الانطلاقة الرهيبة اللي أحدثت هذا، إنه يصير في أعلى المراتب من الاندستريز اليوم التطور النفسي والذاتي بكل أشكاله. حلو كتير عم تحكي، وأنا صراحة كتير بعمل بهذا العالم. I'm a consumer of personal development وأمور التطوير الذات، إن كانت برشة عمل أو بكتب، شفت كيف أثرت بحياتي. وزي ما حكيتي الماكرو مستحيل تغير إذا ما غيرنا المايكرو، وزي ما دائما بيحكوا إذا بدك تشوف سلام بالعالم بلش بالسلام الداخلي عندك، because we are the building blocks of civilizations, societies, industries, economies. كل إشي برجع لمين إحنا at our own core. بستغرب كتير انه اصلا احنا كنا غافلين عن هذا الموضوع، غافلين انه نتطلع جوا، كان كل تطلعنا هو الخارج،
تطوير العالم الخارجي، تصميم العالم الخارجي، وما كان فيها الأهمية القصوى اللي كانت محطوطة بالتطوير الداخلي، مع أنه الديانات والسبيريتشوال ليدرز وانشنت تيتشرز دائما كانوا يحكوا لنا اطلع جوا، بس for some reason العالم is very distracting. يا عمر، مش بس هيك، وكمان to add to this إنه حتى كعلماء وعلم النفس من العلوم، يعني أقدم العلوم، ودائما كانت بتاخذ المراتب الأولى من العلوم، بس في قصص كتيرة إذا بنطلع على التاريخ، علماء النفس كانوا بوقت من الأوقات يعتبروهم مجانين فلسفيين، فكان في مقاومة كتير من هذاك الوقت ومن هذيك العصور. فلترجع يعني مع إنها موجودة وأخذت مراتب كتير، بس صار في مقاومة كتير، فأخذت وقت لترجع تكون موجودة وإلها بصمتها الرئيسية وتكون من العوامل الرئيسية في التطور تبعنا ك علوم وأنواع من العلم. أخذت وقتها أكيد. اليوم في عالم تطوير الذات في طرق وأساليب كتيرة للواحد يبلش يتطلع جوا ويبلش يغير في حاله ويبلش يجدد من هيئته النفسية. وإذا ممكن إذا بدي أتطلع على هذا العالم من أكبر two buckets إذا بدك بندرجه من عالم تطوير الذات، اللي هو مثلاً طريقة اللايف كوتشنج أو التدريب الحياتي أو العلاج النفسي. خلينا نبلش بشكل عامي بهالمفاهيم العامية قبل ما ندخل بتفاصيل يمكن اللايف كوتشنج والأمور التانية. شو الفرق ما بين العلاج النفسي واللايف كوتشنج؟ وإذا واحد مثلاً داخل حالة اكتئاب أو حالة عم بمرق بحالة عصيبة، كيف وين شو هي الطريقة الأفضل إله إنه يروح إلها، يروح لمعالج نفسي أو يروح لمدرب حياتي، أو وكيف ممكن اللايف كوتش والثيرابيست يتعاملوا مع الموضوع أكيد راح يتعاملوا بالموضوع بشكل مختلف. شو هي هاي الاختلافات ما بين هدول العالمين؟ ثانك يو على هالسؤال، لأنه رائع وكتير مهم إنه الناس تعرف الفرق، لأنه في لبس كتير بيناتهم. خلينا نحكي أول إشي عن يعني الثيرابي، أوكي، المعالجة النفسية اللي هي أقدم أكيد كأبروتش من اللايف كوتشينج. أولاً الإشي اللي كتير خلينا نقول it goes without saying إنه الثيرابي بدها definitely شهادة. التنين بدهم شهادات، بس عم نحكي ك you have to be دارس بعلم النفس عشان تروح للثيرابي بعدة أشكاله. في عندك السايكوثيرابي، في عندك يعني الثيرابي كمان أنواع. الثيرابي كمان بتشتغل كتير على الشفاء، التعافي، الهيلينج. فكتير بتنظر للباست، لأنه كتير من الأشياء اللي الإنسان ممكن يكون اختبرها أو صارت معه واليوم عم بيختبر نتائجها بتكون هي نتيجة أشياء ممكن تكون تروما، ممكن تكون يعني في إلها أسباب من الماضي، يمكن طرق تربية، يمكن تعرف إحنا في عنا من حروب، نزوح، أشياء كتيرة. فبنرق بي لازم نزور الماضي، ففيها تركيز على الماضي، وبعدين فيها تركيز بيرجع شوي شوي إلى أن نوصل للحاضر. فالثيرابي هي معالجة وفيها ففيها the healing، فيها تعافي، فيها شفاء. والريليشنشيب ما بين حبش يمكن أستخدم كلمة المريض، يمكن لأنه في ناس ما بتحب تسمعها، بس هي يعني the client
والثيرابيست عادة بتكون المدة أطول أوكي من كمان إلى حد ما طويلة المدى حسب الكيس. الثيرابي كمان بيقدروا يعملوا دايجنوز، ففي عنا أجان مثل مثلا ممكن يكون في عنا أمراض معينة، أمراض نفسية، سيندرومز معينة، ديسوردرز، هذه كلياتها بتحتاج أكيد لثيرابي. اللايف كوتشنج مبني أولا على البوزيتيف سايكولوجي. اللايف كوتشنج will look at your now، الهلا يعني زي ما بنقولها هنا والآن، ولوين بدك تروح forward going forward، فمنتطلع أكتر على الفيوتشر. عشان هيك كتير بنقول باللايف كوتشنج، اللايف كوتشنج هي للأشخاص اللي they're doing fairly well and good بحياتهم، يعني هم ماشيين بحياتهم بشكل جيد، ولكن في مناطق معينة بحياتهم بحاجة لشوية تعديل، تصويب، بنزورها، بنحط أهداف. الكوتشنج كتير بيعتمد على setting goals، كيف بدك أنت توصل لهاي الأهداف بأنك تتعلم مهارات وطرق وأساليب إيجابية عشان تحملك للمرحلة القادمة. حلو كثير. فاللايف كوتش ما بيقدر يعالج أمراض نفسية، ما بيقدر يوصف أدوية، ما بيقدر يعني هعطيك مثال عمر. بيجي حدا مثلا عنده السمنة، أوكي، كتير من الناس بيجوا مثلا عندهم مثلا مشاكل بالوزن أو بالسيتي إلى آخره. اللايف كوتش لازم يطلع على هذا الموضوع ويعرف إيش الهدف اللي بده يوصل له. هل الهدف بإن مش بس إيش الهدف، كمان بده يعرف هذا كان نتيجة شو. فإذا كان نتيجة تعلق بالأكل لمعالجة أو أنه يغطي أمور مخفية يعني أعمق من هيك، يمكن تكون من الطفولة، يمكن to break cycles أو أنماط معينة من الفكر اللي إلها سبب داخلي جداً أو أعمق، فاللايف كوتش ما بقدر أقول لك ما بيقدر، يمكن مع الإكسبيرينس ومع كوتشز معينين ممكن إلى حد ما، بس أكيد هذا الشخص كمان بحاجة لثيرابي. عشان ما نتطلع فقط على السيمبتومز، نتطلع كمان على الأسباب الرئيسية، الروت كوزز. حلو. فالعلاج النفسي هو حاضر ماضي، واللايف كوتشينج أو التدريب الحياتي هو حاضر مستقبلي. حلو هذا الفرق، سهل ومفهوم وبقدر الواحد يتذكره، عشان كتير الناس ما بتفرق، بتستصعب تفرق ما بين اللايف كوتشينج والثيرابي، بس it does make sense هالاختلاف. طب بما انك كنت بالمجال 10 سنين رانيا، شو هي اكبر المواضيع المكررة اللي بتيجيكي، اكتر يمكن اكتر مواضيع شيوعا اللي بتيجيكي من الاشخاص اللي لازم يعالجوها، بما انه احنا كلنا يعني الإنسان بمر بمراحل مشابهة في الحياة، we all share similar suffering and pain، أو عندنا نفس المشاكل، بس شو هي أكتر الأشياء المتكررة بتلاقيها بتوصل أكتر من مواضيع تانية؟ صحيح. شوف أكيد بيختلف، يمكن كمان أنا عندي diversity بالنوع الكلاينتس، وفي عندي local، في عندي من الأردن، في عندي من الخليج، في عندي من UK، ففي العرب وفي الأجانب وهيك، فكمان المشاكل بتختلف يمكن من مجتمع لمجتمع، بتختلف من طبقة إلى طبقة، بتختلف من ثقافة لثقافة، بس
يعني من الأشياء اللي هيك صارت يمكن مثيرة وبشوفها أنا I'm excited about it لما أشوف مثلا من المواضيع المشتركة الـ burn out الإنساني الفرد. We're just tired. إحنا أشخاص محترقين 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 جدا محترقين emotionally mentally physically فجسديا وعقليا ونفسيا وعاطفيا اجتماعيا ماديا ف وهذا it's across the board. يمكن من أكثر الأشياء اللي مشاعة أو أكثر الأشياء اللي تتشابه no matter what عملية الاحتراق إنه أنا تعبان أنا محترق أنا ما عندي مجال أضبط علاقاتي ما عندي مجال إني ألتفت لشو يعني فن بالحياة مش قادر أطلع على فرص كمان بالشغل لأنه كلياته صعب دائما دائما إحنا بحركة سريعة 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 يعني ماراثون لا يتوقف أبدا وماراثون مش ماراثون بس بالشغل ماراثون بكل النواحي بحياتنا ماراثون بعلاقاتنا ما عدنا نقدر حتى نعطي الوقت نقعد مع عيالنا مع أصدقائنا مع ما في فهذا من الأشياء اللي كتير تجيني إنه what do I do I'm burned out شو بعمل التحديات اللي بتصير بالعلاقات سواء كانت علاقات زوجية علاقات عائلية علاقات عملية بمحيط العمل مش عارف أتفهم مع مديري مش طايق المجتمع اللي حوالي كيف بدي أتعامل معه كيف بدي أتفاهم معه هم من دنيا وأنا من دنيا بديش أتعب حالي ما بدي أستثمر كلها رايحة ملا شو and of course يمكن هدول من أكتر الـ 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 الأشياء اللي هي لها دخل بالcommunication كيف نتخاطب وكيف نتعامل مع بعض ودفنتلي يمكن كمان شوي عمر بنحكي عنه البيرنتينج ومشاكل الشباب اليوث هون في أشياء كتير مشتركة بغض النظر هم من وين جايين أو شو ثقافاتهم بيشتركوا بتحديات وأوجاع كتيرة اشتركوا بأهداف كتيرة كمان فما بدنا نحكي بس عن الجزء المتعب والسلبي كمان فيه بالإيجابيات of course حلو كتير فعلا هاي مواضيع كل شيء حكيتيه هو إشي أنا يا مرق فيه يا مرأت فيه مرحلة في حياتي يا أصحابي عم مرق فيه يا أصحابي مرق فيه مرحلة في حياتي أو أهلي بس أنا بحب أحكي بهاي المواضيع عشان there is healing in sharing there is healing in connecting بتلاحظي إنه إحنا كلنا عم نمر بنفس المواضيع أكتر من ما نتخيل we are facing the same struggles أكتر من ما نتخيل ولازم يصير في أكتر تواصل ما بين الأشخاص والناس ونحكي بهدول المواضيع ونسلط الضوء عليها عشان التشافي ببلش من هون أكتر نصيحة يمكن نسمعها اليوم تصدر من عالم تطوير الذات هو حب النفس love yourself ولازم نحب ونساعد أنفسنا قبل ما نساعد الآخرين ومن ناحية أنا كتير بآمن بهذا الإشي عشان أنا استفدت من هاي النصيحة وغيرت حياتي بشكل إيجابي لما بلشت أهتم بحالي وأحب حالي بعمق from an authentic place مش من أنا بطلع عن رأي بحكي أنا بحب حالي ولكن في the other side of the argument في اللي هي إنه في بعض الناس بحسوا إنه يمكن هاد إشي أناني إنه تحب حالك قبل ما تحب إن الآخرين شو رأيك بهالموضوع هل بتحسي إنه إحنا فاهمين الموضوع غلط و are they mutually exclusive يعني هل إنه إذا بحب حالي ما بقدر أحب الآخرين ولا هل في طريقة بنقدر نعمل التنين إن balanced أو بشكل متزن Beautiful question again, Omar.
It's not about هو صح أو غلط، لأنه هو شو مفهومنا عن هذا هذا الموضوع هو اللي بيعمل التأثير، هو اللي بيعمل الفرق. حب الذات أكيد مش غلط، حب الذات هو self love. وإذا في شيء بالدنيا بيعمل فرق بحياتنا، بيغير الإنسانية كلياتها، هو أكيد الحب. فإذا ما وزي ما بنقول دائما، يمكن هذا مقولة صارت متداولة جدا ومستهلكة جدا، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا ما حبيت حالي فيبقى أنا ما جربته على حالي، فيبقى أنا ما رح أعرف قيمته، وإذا ما عرفت قيمته مع نفسي فيبقى أنا أكيد ما رح أقدر أعطيه، ما حقدر أعطيه بنفس القيمة وبنفس الأهمية. بس اللي عم بصير هو نقل هاي المعلومة كيف عم بيكون، سواء عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، البلاتفورمز المختلفة، كيف الناس عم لما أنا as a professional as an expert، وهذه دائما بقولها، نحن علينا مسؤولية كتير كبيرة كتير كبيرة بالمعلومة اللي عم نعطيها والطريقة اللي عم نعطيها. مش القصة أنه بس نطلع ونحكي، لأنه يمكن في شخص واعي عم بيسمع فبيقدر. وهذا برجع للسؤال الأول اللي هو ليه اليوم هذا الـ self development ماخذ المراتب الكبيرة أو المرتبة الكبيرة اليوم بحياتنا، وصارت كتير موجودة لأنه صار في access للمعلومة كتير كبير، صح؟ من هون بيجي المسؤولية as a professional, as an expert, as a human being. أو أولا إذا أنا ما حبيت حالي وإذا ما اختبرت على حالي، وزي ما أنت قلت مش من مكان الأنانية ومش بإني أنا عم بتخطى أو عم بأذي بحبي لذاتي الآخر، أنا ما عم باخد الإشي لإلي وما عم بشاركه، أصلا أنا ما بقدر أنمو وما بقدر أكبر وما بقدر أتطور إذا أنا ما شاركت هذا الحب مع غيري. فهي متصلة ببعضها البعض، هذا من غير هذا ما بيمشي. فأنا من غير ما أقدر إني أتواصل معك، أحبك، أحترمك، أشجعك، أعطيك المعلومة بكل الكرم اللي موجود بالدنيا، ما حيكون إله فائدة، ما حيكون إله قيمة وما رح يبقى. فهذا حب الذات، هو هذا حب الذات الصحي. حب الذات اللي نابع من الأنانية أصلا هو غلط يتسمى حب ذات. صح. هو ما مش حب ذات، ما بتزبط وقتها، خلص ما بيكونش حب ذات. بس في رسائل مختلطة ومشوهة بتطلع من ناس يمكن ما عندهم المسؤولية اتجاه أولاً إنسانيتهم وتانياً مهنتهم، بأنه ممكن في شخص غير واعي يتلقى معلومة تأثر كتير على حياته إذا أنا ما أعطيتها بمصداقية. ما بقدر أنا، ما بيصير actually حتى إني أنا الرسالة تبعتي تقول إنه ركز فقط على نفسك وانسى الكل. لا، ركز على نفسك عشان أنت تتطور، عشان يصير في عندك أدوات ومهارات ومناعة وresilience وتعاطف ومحبة عشان تقدر تفيد الإنسانية، تفيد المحيط. صح. This is why we grow and this is how we grow. من غير هدول ما بنقدر، تكون كذبة كتير كبيرة. You know. فهو صح إنه صار في هلا حتى صارت هيك ما بعرف ستيغما إنه حب حالك حب حالك حب حالك، وإذا ما حبيت حالك ما بتقدر تتطور، ما بتقدر تنجح، ما بتقدر تعمل مصاري، ما بتقدر تبني عيلة. لا. كتير غلط، كتير خطأ، كتير
بتوصلنا لأبواب مسدودة. It's very important to know that we can only love ourselves through others. حلو. ما منقدر أبدا نحب حالنا إلا من خلال علاقاتنا مع الآخرين. إحنا أصلا خلقنا لنكون بشر موجودين مع بعض، ما خلقنا لحالنا. فحب الذات هو to love better, to give better, to serve better. Yes, I hope. يعني I was able to. Yes, you did. بطريقة كتير حلوة you did. العكس فكرة إنه ما منقدر نبني ونطور ونبني علاقات من إذا ما منحب حالنا. بالعكس أصلاً هدول هم العوامل اللي بيخلونا مرات نحب حالنا أكتر. يعني أنت لما تحتكي بالعالم الخارجي وتلاحظي إنه في عندك areas لازم تشتغل عليها داخلياً، هي هذا الاحتكاك مع العالم الخارجي ومع مع مع الأمور اللي بدك تبنيها، اللي مرات تحسي دخلتي an obstacle، صار في عندك عائق معين. هدول العوائق المرات بخلونا نتطلع جوا أصلاً، ونضطر إنه نلاقي هذا الحب لأنفسنا and that empathy and sympathy to ourselves. في سؤال دائما بحب أسأله لللايف كوتشز أو الناس داخلين بهذا المجال، بما إنك رانيا داخل بهذا المجال، مجال النصيحة، مجال التخطيط ومساعدة الآخرين، هل مرات تستصعبي تساعدي حالك؟ يعني مرات تعرفي مقولة باب النجار مخلع، يعني مرات بتحسي إنه النصيحة أسهل تعطيها للناس مما إنك تطبقيها على نفسك وعلى حياتك؟ Very true. Very true to a certain extent. Again, إحنا قبل ما نكون مهنيين بشر عاديين، وبنمر بصعاب وبتحديات ومشاكل وأفراح وإلى آخره. ومرات أكيد صعب تطبق الإشي على حالك، صعب تطبقه على أقرب الناس لإلك، يمكن سهل تطبقهم على الناس، بس بعد يمكن فترة معينة، ويمكن هذا كان أصعب علي بأول الفترات خلينا نقول الممارستي لهذا. أنا مع أني ما بحب أسميها مهنة، بس هي لهذا الطريق وهذا المشوار وهذا التغيير وهي الصحوة، فبأولها كانت كتير صعبة. شوي شوي مع الإكسبيرينس صارت أسهل، صار في عندي مهارات أكتر، صار في عندي أدوات أكتر مع نفسي. بس بنفس الوقت أنا كمان عندي لايف كوتش، يعني أنا ما بقدر لأنه كمان صح. بيصير في، واللي هذا اللي بيصير يمكن مرة أنا وياك عمر هيك on the side we talked هيك about it. الأشخاص اللي بيكونوا بهذا بيساعدوا ناس كتير، وبيستخدموا يمكن لغة القلب كتير وقبل لغة العقل، ومهارات وأدوات كتيرة، بيوصلوا مرات لهم بيحترقوا وهم بيتعبوا طبعاً. إذا ما داروا بالهم على حالهم صح. ما بيقدروا يديروا بالهم على غيرهم صح. فthat's why إحنا في عنا كمان بروتوكولات كتير وغايدلاينز كتير مهمة لما نكون وإحنا عم بنمارس هاي المهنة اللي رائعة، اللي كل يوم فيها أنا كل سيشن بدخلها بكون مهيئة حالي إيش رح أتعلم أكتر من ما إيش رح أعلم. Every single time I am eager to learn more than I am eager to teach. حلوة هاي البرسبكتيف. Yeah, and that's what keeps me moving and excited. بس at many times بتعب وبصير عندي burn out وبصير في عندي fatigue. That's why بيكون في عندي أنا كمان my own life coach, my own mentors, which actually something من هذا من هاي المكان بحب أحكي شغلة عمر كتير مهمة. One of the reasons why يمكن في إشي أنت حكيته أول
the interview or the podcast. Is it something that مثلها مثل غيرها إنه يمكن هلأ هي before وبعدين رح تروح مثل ما أشياء كتير راحت. This is one thing. Not only will it stay, it will only continue in her to grow. صح. To grow. For هلا رح هي عدة أسباب بس the main reasons in my opinion يعني with يعني بكل شفافية وكل تواضع. أول واحدة إنه إحنا as experts we cannot grow and grow this industry من غير ما نساعد بعض ونكون كريمين بمشاركة المعلومة. إحنا مش موجودين للتنافس مع بعضنا البعض. مش مين الأفضل. يمكن بمهن تانية يمكن الكومبيتيشن مهمة أو إلها معنى آخر. بهاي المهنة بالذات الـ collective success makes it so much stronger. الديناميك تبعها مخيف ورائع. فالـ collective هذا experiences وknowledge والجنراسيتي بتبادلها كتير عامل مهم. اثنين, today it is called the industry of humanity. But as long as there's humanity, حيكون في هذا الاندستري. مستحيل إنه هذا يروح. وثلاثة, إنه اليوم اليوث بيحتلوا أكبر نسبة من كل المجتمعات. واليوث اليوم بيمر بضائقة مخيفة منتل نفسية وجسدية وعقلية وعاطفية وروحانية وكلياتها لأنه ما سبق والبشرية اتعرضت لهالتزاحم المخيف من المشاكل والتحديات إن كانت سياسية إن كانت اقتصادية إن كانت مرضية بالبانديميك اللي مرقنا فيه. واليوث اليوم هو نتاج لهذا الإشي. فهم كمان يعني هلكانين. فبتلاقيهم بتسارع لياخدوا المعلومة. فالأكسسبيليتي اللي موجودة فتخيل قدي هذا الإشي حتما بده يضله موجود. وآخر بارت إنه اليوث اليوم are people, بدي أحكي إشي positive, إنهم they are عندهم abundance of creativity, إبداع مخيف بأشياء ما كنا نحلم فيها ولا نسمع فيها ولسه حتيجي. والبلاتفورمز الموجودة والإندستريز كلها اليوم عم بتتيح للكرياتيفيتي هذا تكون موجودة أكتر وأكتر وتثبت حالها أكتر وأكتر. And all that needs coaching. طبعاً. Because it's all about setting goals and going forward. حلو كتير. والصراحة أنا مآمن, بالعكس أنا مآمن كتير بأنه هذا إشي رح يكبر ويتطور وبس رح يزداد وما رح يكون إشي فيز وعابر وإشي تحمسنا عليه ورح ينطفي. عشان كمان الجيل الجديد تفكيره مختلف, إحنا كتير منفتحين على هاي المواضيع كتير أكتر, كتير منفتحين على فكرة المشاركة بهاي المواضيع كتير أكتر, وعم نشوف أثر هاي المواضيع على أصدقائنا. يعني أنا بشكل كتير صريح بحكي مع أصحابي إنه إنه أنا هلا طلعت من ثيرابي سيشن أو I'm seeing a therapist أو عم بشوف معالج نفسي أو دخلت فيز كانت مثلاً كتير صعبة وهذا الإشي ساعدني. أنتوا كتير عندكم vulnerability. صحيح. كتير. كتير actually من أعمق يمكن الـ conversations that I've had over the past two weeks كانت مع حياة. حكينا عن كثير مواضيع ونلاحظ إنه كثير في similarities بالhuman experience اللي نمر فيها أكثر من differences. And I do believe there is healing in sharing, عشان بتعرف إنه you're not alone in this world and other people are going through similar stuff. والشباب إنه إحنا خصوصا الشباب إنه بنحكي إنه we're seeing
يعني أنا I just saw a therapist هيك مو إشي كان ينحكى فيه بالماضي بس هلأ صار في easiness around it إنه بلش عادي بلاقي أصحابي عم بيحكوا بالموضوع إن openness إنه أنا مرة بكيت مثلاً ضغطت كتير last week بكيت حلو هذا الإشي كتير فI do hope إنه هذا راح يكون كمان driver لا 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 the continuity لهذا العالم of personal development. من المجالات اللي بتركزي فيها رانيا هي البيرنت كوتشنج أو التدريب الأبوي بمعنى آخر مساعدة الأهل في طرقهم التربوية وهذا شيء كتير كتير أساسي the development of a child. تحكينا شوي أكتر عن هذا المجال قبل ما هيك نسألك كم سؤال تفصيلي. Of course. So parent coaching كمان من ال coaching يعني the topics of coaching اللي مش كتير قديمة. بتركز ال parent coaching على كيف إنه الأهل الواعيين يكون يتمكنهم يكون في عندهم again ال tools وسكيلز اللي تخلي الرحلة الأبوية البارنتينج ما بدي أبالغ كتير وأقول إنها ممتعة ولكن هي فعلا ممتعة مع كل تحدياتها بس بتكون ما بتكون فرستريتينج. ممكن إنها يكون في عندك أدوات تكون برو أكتف ممكن يكون في عندك أدوات إنه تتعامل مع التحدي ساعة الساعة أو تجهز له. اليوم في عندي كتير أهل بيجوا لسه ما عندهم أولاد وحابين يعرفوا هذا العالم أكتر عم بيجهزوا حالهم إنه يصيروا أهل. لما بيجوني ناس هيك بقول واو شو هالوعي قدي حلو إنك أنت عم بتجهز حالك لأنه أنت as a parent هي مرحلة من حياتك هو دور من الأدوار اللي بتلعبها بس هو مش شخصك أنت دائما بس أنت بتدخل على الزواج بباكج وباكج يعني باكج وباكج you know صح. سواء بالسلبيات أو بالإيجابيات هذا كلياته بدك تستخدمه بشكل إيجابي عشان تكون التربية تبعتك إيجابية. لما بحكي إيجابية مش قصدي إنها تكون صح، إيجابية إنه أنا أقبل الخطأ ويكون في عندي من الوعي الكافي لتصحيحه وتعديله وتطويره، وإذا كان الإشي صح وعملته أحتفل بهذا النجاح والولاد يكونوا جزء من هذه الرحلة الأبوية. أنا مش موجود بس من مركز سلطة، لا. الـ positive psychology اليوم والـ parent coaching بتحفز وبتعزز التطوير والتغيير والتربية بشكل إيجابي زي ما أنا هلأ فسرت لك إياه يعني. حلو كتير. شو هي أكبر أخطاء بتلاقيها في طريقة الترباية اللي بنلاقيها يمكن ببلاد العربية أكثر من الخارج؟ ما بعرف يمكن أنا هون عم بتهيأ I'm hypothesizing إنه في عنا أمور بطريقة تربايتنا في الدول والمجتمعات العربية بتختلف عن الدول الخارجية. هل في أخطاء معينة موجودة عنا مو موجودة عند البلاد أو الثقافات الأخرى؟ ما بقدر أقول إنه عنا أخطاء مش موجودة بأماكن أخرى زينا زي أي مجتمعات. عنا الأشياء الحلوة، عنا موروثات جميلة جدا، ومش لأني أنا أم عربية بحكي هيك بس بحس من حقي أقولها، بفخر بهذا الإشي. فعنا موروث جميل حقيقي authentic ومتأصل. كون إنه إحنا مجتمعات متقاربة من التيتا والجدو بيدخلوا بحياتنا بالتربية يمكن مرات بيعيشوا معانا الخالة والعمة وإلى آخره فترابطنا الاجتماعي والعائلي هو شيء إيجابي بكتير نواحي
إذا قدرنا يكون عنا الوعي إنه نوصفه بشكل إيجابي، عشان كتير ما بقدر أقول إنه بيجوني أهل، أو يمكن تحديداً يمكن الأمهات، إنه حماتي تدخلت فيه وبنت حماي هذا والكذا وت فأنا ما بدي حدا إنه ما بس لما بتمكنها من إنه كيف أنت بتقدري هذا التدخل توصفيه بشكل إيجابي وتاخديه لمصلحتك. أنا I'm not talking about يعني مرات يمكن بخاف لما بحكي هيك يقولوا لي بتعيشي بعالم باللالالاند. لا really عم بحكي من واقع تجربة، من واقع أني أنا كمان نظرتي لهاي الأشياء والعلاقات كانت يمكن مشوهة وما كنت أعرف أتعامل فيها، ولما عرفت نفس هدول الأشخاص اللي كنت أشكي منهم ما عاد أشكي منهم، بس مش هم لأنهم تغيروا، أنا تغيرت وتطورت. فما بقدر أقول إنه في عنا أشياء خطأ أو مش موجودة عند بمجتمعات أخرى، بس يمكن بقدر أحكي بشكل كتير شفاف إنه التقارب يمكن بيعطي مجال للجادجمنت كتير، حكم المقارنات كتير اللي يمكن بتهز أو بتزعزع يمكن ثقة الأهل بطرقهم وثقة الأولاد بأنفسهم. ليش مش مثل ابن عمك كذا، وليش مش مثل بنت خالتك، وليش مش مثل ابن الجيران وكذا وكذا. فالمقارنات والحكم، ثقافة العيب، يمكن إحنا محكومين بغض النظر عن الديانات بس موجودين إحنا بثقافة عيب كتير، عيب كتير. قد ما عم نتغير وعم نتطور لسه عنا مخاوف كتير، عنا تبوز كتيرة. فيمكن هدول المناطق بتأثر وبتخلي عملية التربية فيها هاي التحديات. لا يعني إنها مش موجودة بثقافات ومجتمعات أخرى، لا يعني إنه بس هذا هو العدسة اللي بدنا ننظر عليها. زي ما حكيت بالأول، أنا بحب أحكي الإيجابي واللي موجود منه الكتير واللي بعتز وبحترمه، بعتز فيه كتير وبحترمه جدا، وفي عنا السلبي اللي بحب يكون عندي من الوعي الكافي بإنه اليوم ما أطلع على المشاكل عمر وأوقف عنها. اليوم إحنا بعصر البحث عن الحلول مش البحث عن المشكلة، وهذا اللي بيخلينا نتطور. I need to look for solutions. المشاكل بتحدد دائما حتكون موجودة، بس إذا المايندسيت تبعي، and this is where life coaching comes in, it works on the mindset. في بيصير في shift from fixed mindset to growth mindset. حلو كتير. ما بعرف هلا انت عم نحكي عن parent coaching وطريقة التربية، خطر على بالي بتتذكري لما قبل فترة كان في قصة البرلمان الأردني كان عم ناقشوا قانون حقوق الأطفال ومادة منع ضرب الأطفال في المدارس، وكان في واحد من النواب على منصة عامة عينك عم بيحكي عن إنه عم بحث الأساتذة إنهم يضربوا الأولاد في المدارس، وإنه لا بشكركم عشان أنتم ربيتونا عشانكم ضربتونا وأدبتونا. شو رأيك بهذا الموضوع؟ يعني ساعة يوم ما صار هذا الموضوع، أنا تاني يوم الصبح على الساعة 8 الصبح كنت بانترفيو على بليس اف ام مع خالد ودانا، وعشان نحكي بالضبط عن هذا الموضوع. دانا من أعز صديقاتي وعم نحكي بهذا الموضوع، انفجرت من الغضب بأنه في شيء هيك بعده عم بيصير. ويمكن عبرت حتى عن حالي بالمقابلة، قلت لهم أنا مش بس غضبت، أنا قلبي بكى بأنه إحنا بعدنا عم نحكي بهذا الفكر، وما بدي أخاف ولا أهاب إنه أنا أحكي بكل شفافية بأنه لا ثم لا ثم لا.
عمره الضرب ما نتج عنه أي شخص أو نفسية أو مشاعر إيجابية لو مين ما إجا وحكى. just because في ناس موجودين في مناصب معينة مدراء شركات ولا وزراء ولا وهذا منصبك لا يعني بأنك إنسان سوي، منصبك لا يعني بأنك أنت جدير بالتربية. ما بقدر ألوم اللي تعرض بطفولته لأشياء كانت خارجة عن سيطرته، ولكن ما بقدر إذا اليوم أنا مشيت حالي ومشيت الحياة معي أنقل هاي التجربة أو أآمن بهاي التجربة وأقول it's okay إذا كمان صارت مع ناس تانية فهياتهم رح يمشي حالهم. no ما رح يمشي حالهم no. and this is exactly why اليوم إحنا بتشوف في انتهاكات مخيفة سواء علنية أو موجودة ببيوت مخبية، في عنا مشاكل من الأبيوس، مشاكل من هذا لا تعد ولا تحصى، ومش عم بحكي عنا هون، بالعكس إحنا يمكن أكيد أحسن من غيرنا، بس أنا ما بدي تكون هي هذه المقارنة إنه أنا أحسن من غيري. نو أنا لما بدي أعتز بوجود بمكانتي بديني أو بجنسيتي أو بعربيتي أو بكذا، فهذا بيجي معه مسؤولية إني أنا أكون راقية مرتقية بأماكن بتربيتي وبفكري وبتواصلي مع الآخر وبتربيتي وإلى آخره. So هذا رأيي. أنا برأيي من رأيك، أنا هذا إشي برأيي تخلف على فكرة، أنا لسه في أصلاً هيك إشي لسه عم بدور يعني وعم بنحكى فيه بمنصات عامة، بس to each their own I guess. يعني بدي أحكي لك يمكن because من مكاني probably being an empath and knowing what empathy is والتعاطف والهذا، كمان عندي empathy اجتماعي، عندي empathy أكيد، فأنظر ما خلف اللي بس بينقال، فرح أقول إنه الله يهديهم. الله يهديهم، الله يهديهم. في شيء كتير بلاحظه رانيا بأهلي وبأهل أصحابي وبمحيطنا بالعربي، كتير بلاقي أهلينا بتعلقوا فينا في أولادهم. على كبر كمان بتلاقي إنه في الأمتينس سندروم بتصير لما الأشخاص أو الأولاد يتركوا البيوت، كتير من الأهالي بيعانوا من كآبة عشان بتحسي إنه حبهم لأطفالهم وأطفالهم وأولادهم صار كأنه جزء من هويتهم. ف شو رأيك بهالموضوع، أو إن إيش في نصيحة بتقدر تقدميها للأهالي على أساس يقدروا يتخطوا هذا الموضوع؟ وهل بتآمري من مقولة جبران خليل جبران اللي بحكي فيها إنه أولادكم ليس لكم، أولادكم أبناء الحياة؟ أدي بتآمني فيها؟ كتير بآمن فيها مع كل صعوبتها. يعني هلأ ضربت على وتر كتير حساس لأني أنا نفسي عم بمرق بهذه المرحلة هلأ كتير. فيعني هلأ أنا السنة عم بخرج آخر أولادي يارا، عم تتخرج السنة من المدرسة ورايحة للجامعة، فأنا I am going through what اللي بيقولوها يعني العش خلص عم بيفضى. بس كل مرحلة وإلها حلاوتها وكل مرحلة وإلها وجعها، مثل ما في الحلو في اللي بيوجع. التعلق ممكن يكون تعلق إيجابي والتعلق ممكن يكون تعلق سلبي. التعلق الإيجابي هو اللي أصلاً الطفل اللي هو الـ attachment theory، في عنا the positive attachment. أصلاً اليوم neuroscience بيقول لك بأنه الديفلوبمنت الكامل للدماغ عند الطفل ونمو العاطفي النفسي العقلي ما بيكتمل وما بيصير وما بيوصل للبوتنشل تبعه إلا مع البوزيتيف اتاتشمنت.
الاتاتشمنت البوزيتيفيتي مينز انه الطفل بيعرف انه هو عم بيوصل لحاجاته الاساسيه، حاجاته الجسديه الاساسيه، حاجاته العقليه الاساسيه، حاجاته العاطفيه الاساسيه الى اخره. فعقله بيصير يقول انه انا مهم، انا إلي مكانتي، انا محبوب، انا موجود. هذا بوزيتيف، هذا ايجابي، اوكي، وهذا حق كل طفل انه يكون موجود عنده. اذا هذا التعلق اخذ المنحة وير الاهل صار في عندهم مش حرص، ولكن بتعرف فيه بيصير مثل الهليكوبتر بيرنتس، والخوف اللي بيصير فيه موسوس بيكبل الطفل أو الولد من إنه يعبر عن نفسه أو عن وجوده، كيانه، شو بحب، شو مين بده يكون، وين يطلع كيف. إحنا أكيد شيء يمكن دايماً أنا بستخدمه، إحنا خط دفاع أول لأولادنا، أكيد حنكون ورح نضل شو ما كبروا. عشان هيك بقول لك هو إشي بيوجع، هذا مم يعني قد ما بآمن بمقولة جبران، بس الحياة كمان في إلها أوجه أخرى. فدفنتلي حنضلنا موجودين، بس هاي الحماية لا تعني إني أنا لا عم بحرم نفسي كأهل من إني أنا أمارس حياتي، لأنه في كتير أهل بيصير عندهم تعلق لدرجة إنهم بيلغوا حياتهم غلط هذا الشيء وبتوقف، وبيصير ما بدهم يعملوا أي إشي بالحياة غير إنه ابني بنتي ابني. غلط هذا الشيء أصلاً. ال ال من أحلى وأقوى وأجمل الطرق بالنمو والتطور عند الأولاد اللي لما يشوفوه ياخدوه ويكونوا inspired، والأهل هم الملهمين لهذا الإشي. إحنا أول يعني اليوم الملهم الأول يا أب وأم أو caregiver يا معلم، صح؟ وبعدين بنطلع لحلقات الأبعد والأبعد. فإذا منعني أنا كأم أو كأب بإني أنا أكون الشخص اللي أعيش بالبوتنشل تبعي، وحمايتي الزائدة والأتاتشمنت والتعلق حرم الإبن بإنه هو يمارس حريته كإنسان، فأكيد إحنا بنكون هون دخلنا في مرحلة خطأ، وأكيد بتعلق سلبي. ف it really depends on كيف أنت بتستخدمها بشكل واقعي وهيك إنساني. وأقول لك لأنك أنت هيك ضربت على وتر حساس، اليوم أنا كتير بسأل حالي بقول طب رانيا اليوم كيف رح تنتقلي للمرحلة الجاي وأنت ما عاد خلص أولادك حواليكي، ابني الكبير رح يتجوز بالصيف، بنتي حياة رح تروح كمان يعني هتتجوز، حيكون في استقلالية بحياتها إلى آخره. سو الحياة رح تأخذهم لماكن، حبي إلهم هو الدافع الأساسي والرئيسي بإني أنا أخلي هالجناحات تطير وتطير وتحلق، وأفرح بنجاحهم وأستمتع فيه ويكون مصدر inspiration أكتر وأكتر لإلي. اليوم يمكن بأوقات أنا كنت الملهم، يمكن اليوم دور إنه هم حيكونوا ملهمين لإلي. فهل هاي الأمور كلياتها يا إني باخدها وبعمل جسر منها لإني وأروح لضفة جديدة معاهم، يا إنه بحطهم وبصيروا عائق. I don't know if I أو يمكن هذا حتى الصورة التمثيلية إيش بيسموها التمثيلية I lost my word بس basically بتذكرني بأنه our struggles
are like stones. ما بنقدر إلا نكون فيهم، يا إنه بنبني منهم حيط يا إنه بنبني منهم جسر. ونفس الإشي تجاربنا بالحياة ونفس الإشي علاقاتنا. It is up to us، إحنا كيف بنقدر نطلع على هاي الأشياء وكيف نستخدمها. حلو كتير، هاد كلام جوهري. Thank you so much رانيا لكل الشاركتي معنا والحكيتي إلنا. طبعا كتير في مواضيع كنت حاب أحكي فيها بس ما عنا الوقت. احنا جينا هلا وصلنا للرابيد فاير كويستشن سيجمنت، الاسئله الختاميه اللي عندي اياها. عندي اربع اسئله حاب اسالك اياها. والفكره من هدول الاربع اسئله انك ما تفكري فيها، انك تعطيني الجواب بكلمه بجمله من القلب، وما يكون في اي نوع من التفكير الزايد فيها. اوكي اول سؤال، إذا بتقدري ترجعي بالوقت لعشر سنين لورا وتعطي حالك نصيحة، شو بتكون؟ 10 أو 15 أو 20 سنة؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، في أشياء مش حلوة إلا بوقتها، حتى لو عنا كتير وقت في أشياء حلوة بس بوقتها. حلو كتير. ثاني سؤال، شو أسوأ نصيحة سمعتيها في حياتك إيذر على الصعيد المهني أو الشخصي؟ أسوأ نصيحة عندي، لأنه أنا عندي سمع انتقائي، فالإشي السيء ما بسمع. إيش في إشي يكبر تسمعي بالداول يمكن بمجتمعات تسكين شغلات هذا الإشي؟ على سبيل المثال، ما بعرف إذا هي نصيحة بس أشياء كتير يمكن هقول لك actually يمكن إشي حتى نربين عليه شوي. مثلا يمكن مش عارفة إذا هو شعبي أو بس إنه داري على شمعتك بتقيد، أو يعني إيش يعني داري عشان يعني ما تحكيش كتير عن الأشياء النجاحات والإشي الحلو اللي بيصير بحياتك، بتخاف من إنه يحسدوك أو تنطرق عين. خلي سرك ببيتك. ليه بحكي لك هيك؟ وفعلا هذه كانت من الأشياء اللي اشتغلت عليها عشان أكسر هذا النمط من التفكير، لأنه حرمني من أنه أعبر عن نفسي بشكل تلقائي. بتتذكر قبل شوي كنا عم نحكي عن الشفافية والفولنربيليتي، وأنا اليوم بحترمكم أنتو كتير جيلكم بأنه عنده، لأنه شوف الفولنربيليتي بدها جرأة وبدها شجاعة وبدها صدق، فعندكم منها الكتير. إحنا لأنه ربينا على هاي الأمثال، وأنا بتأكد إنه هي إجت from a good place. إجت من مكان إجت من نية كويسة، خوف يمكن طلعوا فيها أو whatever، بس حرمتنا من إنه نفرجي الوجه الحقيقي. زي كما لو إنه خلص إنه خبي داري، ما تحكيش كتير، ما تشاركش كتير، فصرنا كتير منا بيرسم ماسكات وبنعيش بماسكات وبنتحول لناس هيك جليد ما بنعبر صح. فI need to unlearn، لأنه كنت أعتبرها إنه يعني هذا من الأشياء الموروثة اللي يعني لازم أتمسك فيها عشان أكون a good person. فI need to unlearn it عشان أتعلم إشي جديد. حلو حلو كتير. بالسؤال الثالث، شو تعريفك للنجاح أو شو معنى النجاح بحياتك؟ إنك تحقق اللي أنت بتطمح لإله، and push yourself even further. مش عم بحكي على الصعيد النجاح العملي أنا فقط، بحكي النجاح بكل أشكاله،
نجاح بعلاقة، نجاح بعمل، النجاح بفكر، نجاح بشكل عام مطلق. والنجاح ما بيكون نجاح إلا إذا مش بس أثر عليك، أحدث تغيير على محيطك أو المحيط، على الأصعدة المختلفة بحياتك. It has to have a ripple effect. That's yes. What true success is. صح. When it has an ongoing ripple effect. آخر سؤال، إيش اللي تتمني تحققيه يوماً ما؟ شيء ما حققتيه، something that you wish to accomplish one day in the future. واو كتير. إيش يلا خاطر على بالك؟ كتير اللس طويلة. حلو. على أي واحدة وأي واحدة. So ال 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 القريب العاجل إنه أفرح بالأولاد. إن شاء الله يا رب. اللي أبعد منه إنه أحب أظني أتعلم، وأنا أوريدي عم بدرس سايكولوجي، فبدي أخلص هاي الشهادة وأحصل عليها وأكمل مشوار العلم. مشوار العلم، مشوار serving others، من المجال اللي انت فيه، مجال الصراحة this is my هذا الموتيفيشن تبعي is how can I serve others better. فالخبرة حلوة والعلم بيكملوا بعض، كله بيكمل بعض، التجربة والثقافة وال you know الأشياء الشخصية، التجارب الشخصية، و تكسب خبرات من غيرك وتتعلم من أساتذة بكل المجالات. شيء كتير حلو، بحر ما بيخلص. بحر ما بيخلص طبعاً، الحياة هي أصلاً أكبر مدرسة، والناس هم أكبر معلمين. Thank you so much أم عثمان على كل إشي you shared with us. Thank you for everything that you're doing لـ humanity بالمجال اللي أنت فيه، ولكل معلومة شاركتينا فيها. وين بيقدر الناس يلاقوكي أو يلحقوا شغلك أو to follow your work، إذا على social media أو LinkedIn أو على أي منصة من المنصات؟ Yes, يعني I have very small presence عشان أنا مش كتير بال على السوشيال ميديا. So Instagram, it's on رانيا الخالدي. I am on LinkedIn. Just the usual ways. يعطيك ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله بكل شيء. Thank you كتير 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 عن جد. I enjoyed every bit your questions, your presence, your smile. يعني كل شيء هيك مريح ومن القلب للقلب honestly. شكرا. Thank you so much. Always. And all the love always. تسلمي. Keep doing what you're doing and keep walking. إن شاء الله. يا رب. Yes, you will. حبيبتي. لأي شخص حابب يتواصل معي أو يشاركني آراء بالنسبة للمواضيع اللي طرحت اليوم، رح أترك لكم الرابط أو اللينك لصفحة الإنستغرام في وصف الحلقة أو الديسكريبشن. وما تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب إذا في إشي تعلمتوه وحبيتوه في الحلقة وحابين تشاركوه مع غيركم. ودعمكم هاد رح يساعد في توصيل رسالة يوما ما لعدد أكبر من الناس. نراكم في الحلقة الجاية.